النهارده عندنا شقة 3 غرف وصالة، نظام دوبليكس بيجي معاها تراس. الشقة مساحتها 240 متر، مساحة إجمالية، المساحة الصافية 200 متر مربع، مع إمكانية عمل غرفة رابعة هنشوفها في الفيديو أقول لكم مكانها بالظبط. شقة 3 غرف مع 3 حمامات، غرفة ماستر، بلكون في الصالة، بلكون في المطبخ، وبلكونة كبير تراس في غرفة النوم الماستر. طبعا هي داخل مجمع سكني، عندي هنا دوت تحت، ده هيبقى هنا السكيورتي. طبعا عندي مسابح، ألعاب أطفال، فيتنس، منفصلين يعني للرجال وللنساء. ده شكل المبنى من الخارج، حتى البلوك اللي أنا فيه نفس الشكل ده كده. دي الشقة اللي أنا فيها ديت مطلة على البحر إطالة كاملة، وعلى الجبال كلها برضو إطالة كاملة. خلينا نبدأ تصوير الشقة من الداخل. أنا عندي في الدور الواحد شقتين، الشقة في الطابق الثالث والرابع، طبعا في أسانسير. عندي هنا دي البوابة، المدخل بتاعها واسع، حبينا نعمل دولاب في المدخل هيبقى مناسب جدا. أنا عندي في الطابق دوت، أول ما بدخل من باب الشقة بدخل على الصالة على طول، وعندي مطبخ وغرفة وحمام كامل بيجي معاه شاور. خلينا نبدأ الأول هنا ديت الصالة. طبعا التدفئة بتاعتها تدفئة أرضية، عندي أرضيات المطبخ والصالة والممرات كلها سيراميك، الغرف بس هي اللي باركيه. طبعا وأنا قاعد في الصالة بقدر أشوف البحر، ومن هنا برضو بقدر أشوف الجبال بوضوح. خلينا نشوف مساحة البلكونة أو شكلها عامل إزاي. دي كده عندي هنا دي البلكونة، ودي الطلة بتاعتها، الطلة بتاعتها مفتوحة. باجي هنا عندي دي غرفة، عندي هنا ده المطبخ. المطبخ الصراحة دولاب المطبخ عجبني جدا، ممتاز، حتى الألوان اللي مختارينها جدا مناسبة. بيجي في مع المطبخ بلكونة، هي دي البلكونة، ممكن نقفلها ازاز وتستخدم كمخزن، بتبص على الجهة الخلفية. هنا ده مكان للكومبي، كومبي بيبقى على العميل. بيجي بعد كده عندي هنا ده الحمام، مكان لغسالة الملابس، وعندي هنا الحمام دوت بيجي معاه شاور. هنا ده مكان الشاور. خلينا نطلع الطابق اللي فوق. فوق عندي غرفتين مع تراس، عندي حمام، غرفة ماستر فيها دولاب ملابس. عندي هنا أول ما بطلع هنا ده حمام، مش عايزين نحط مثلا غسالة تحت، ممكن نحطها هنا. عندي دي غرفة رقم 2، غرفة مساحتها كويسة. بنيجي هنا دوت التراس، التراس ده ممكن نقفله تبقى غرفة رابعة، برضو التراس مطل على الجبال بالكامل. نيجي بعد كده دي غرفة النوم الماستر، ده هنا الغرفة. بعد كده عندي هنا ده الدولاب الملابس، وبعدين عندي الحمام اللي خاص بالغرفة. غرفة الماستر ديت بيجي معاها تراس كبير، هو ده تراس. عندي هنا كهرباء، عندي هنا مكان مية وصرف، التراس ده برضو يتقفل يبقى جدا ممتاز، وطل على الجبال بالكامل. الطلة بتاعته دي ما تقفلش نهائي، وعندي البحر برضو بالكامل باين بوضوح
لكن النهارده الجو ممكن يكون مش باين شويه، لكن في التصوير زي ما انتم شايفين باين. الطلة بتاعتها جدا مفتوحه وجميله.